وبنهاية فقراتنا لليوم مثل ما بيقولوا ختامها مسك مع صوت شاب من المواهب السورية اللي بلش مشواره الفني واشتغل على حاله. اليوم هو ضيفنا بالصباح اللي خبرنا أكثر عن مشواره ونسمع صوته. ضيفنا لليوم هو الفنان سومر دبوس. بدي لك يسعد لي صباحك وكل عام وأنت بألف خير. يسعد صباحكم جميع، صباح بلدي، صباح أعمالنا ونياتنا، صباح عقدنا، صباح الخير، صباحنا ابيض مثل قلوبنا على طول. اهلا وسهلا، صباح ويسعد صباحكم كمان وهالوجوه اللي دوما عم تسعدنا. شكرا، الله يخليك. اهلا وسهلا فيك وصباح النور. ما بعرف اذا فينا نبلش فورا بتصبيحه، شباب جاهزين؟ يلا فورا، حتى لهيك لو بلا اورج، يعني نحن اليوم دائما الصوت بنكشفه بلا موسيقى، فخلينا نكشفك اليوم. خلينا نبلش بتصبيحه. أخذوا الريح وأخذوا الليل، أخذوا النهار وأخذوا، أخذوا قلبي وتركوا الويل، سرقوا النور من عيوني، أخذوا الريح وأخذوا الليل، أخذوا النهار وأخذوني، أخذوا قلبي وتركوا الويل، سرقوا النور من عيوني. أنا شو عملت إن كان غنيت وبكيت الليالي؟ أنا شو عملت إن كان حبيت تنجرح موالي؟ أنا شو عملت إن كان حبيت وبكيت الليالي؟ أنا شو عملت إن كان حبيت تنجرح موالي؟ أنديلي انطفى بالليل وأحبابي نسيو، أخذوا قلبي وتركوا الويل، وسرقوا النور من عيوني. يسلم هالصوت وان شاء الله هيك ايامك كلها خير وكلها عطاء، ما بدنا بقى شيء، راح كثير، اخذوا كثير من حياتنا يعني بالسنوات الماضيه. خلينا نحكي اليوم سومر عن اليوم كيف عم تشتغل على حالك، ما بدنا كثير نرجع للبدايات، اليوم نحن كيف عم نطور حالنا وكيف عم نشتغل على حالنا؟ يعني الحمد لله انه انا من صغري يعني ابتدت مسيره الفنيه تبعي مسرح مدرسي. طبعا بتشجيع من رفاقي والاساتذه، طبعا والدعم الكبير هو لوالدي، بوجه له تحيه الله يطول بعمره، هو اللي نمى هذا الشيء فيني تماما. وكنت انصت ل يعني الاغاني الطربيه الجميله القديمه، ومره على مره يعني وصلت اني اطلع حفلات. كان اكثر شيء الواحد انه يسمع ويسمع حاله طبعًا بعد طبعًا ما يسمع الشيء اللي حابب يقدمه. اكيد هذا الشيء طبعا لكل فنان يعني يتوجب عليه انه يكون يعني مثقف حاله بهذا الشيء، متعلم، يجيد التحدث. اكيد طبعا يعني اكيد يعني تقريبا 15 سنه حضرتك بتغني وثمان سنوات فعليا يعني بتاخذ حفلات و يعني بتقيم حفلات خاصه، وبرصيدك عملين واحد منهم عراقي. خلينا نحكي عن اعمالك الخاصه. تماما، هلا ابتدت أول أغنية إلي محيت الصور، عنوان محيت الصور من كلمات الشاعر خالد الجراح، ألحان رائد عبد، توزيع ماستر حليم الشاهر، بوجه لهم التحية أحلى شباب، عمل كان كتير رائع ومتكامل. ورح سمعكم إياها. طيب نسمع شيء عراقي؟ تمام يلا فينا نسمع شيء؟ عم نسمع صوت الأورج نحن على الهواء. أكيد نصبح على الشباب اللي مرافقينك، أكيد صباح الخير. تمام، صوت الأورج واصل، فينا نبلش، تفضل. يلا. بيات السير.
محيت الصور ونسيت، ما خليت لك ذكرى. شجاني رجعت حنيت، لا ما هانت العشرة. بعدني ما قدرت انسى فراقك، جاب تاليتي. صح عايش انا بلياك، بس عافتني عافيتي. بعدني ما قدرت انساك، فراقك جاب تاليتي. صح عايش انا بلياك، بس عافتني عافيتي. يلعفتني بليل وحشة الدنيا من دونك، تعبان بغيابك حيل ولا يتراح عيونك. وينك يلعفتني بليل وحشة الدنيا من دونك، تعبان بغيابك حيل ولا يتراحت عيونك. قلت لي للأبد وياك، جا وين الوعد؟ قل لي السكران بكلامك ذاك، بشرك تاب ويصلي. هم قلت لي احبك مو هاي الكلمه، مو قادر اندهلك بعالي الصوت. وينك والصدى يردها؟ هم قلت لي احبك مو هاي الكلمة، مو قدها اندهلك بعالي الصوت. وينك والصدى يردها؟ شكرا. خليك رشا تحب كمان الاغاني العراقية، يسلم هالصوت. دائما توصل للقلب صح. فورا نرمي بتحسيها تماما. يعني هو انا هلا بكنترول فرايحي، رح نسمع شيء اكيد طبعاً. بس خلينا هيك شوي ندردش مع سومر. يعني دائما اليوم الفنان له مقومات نجاح بتكون بحياته، يعني بيحط اساسات. اليوم شو عشان عم تشتغل سومر انت؟ واليوم وقت بنقول مثل اعلى او انا فنان قدوي الي بالحياه، مين هو فنانك او بتسمع للكل بشكل عام؟ هلا طبعا نحن يعني بالاخص نحن بسوريا نفتخر ومنعتز بكبار الفنانين، هن أسس وقواعد إلنا ومنفتخر فيهم. طبعا شيء أكيد أني أنا اقتدي فيهم، ودائما بطمح للشيء يعني الجميل والمتميز. يعني حلو الفنان يكون شامل وما يكرر حاله، متميز تماما، ما يكون متقيد بشيء يعني. وانا من هذا النوع اني يعني ما بحب انه مثلا يعني كانت بدايتي هي بالاغاني الشعبيه. لما نحكي عفوا عن الاغنيه السوريه دائما يلي بتصدر لهجاتنا بتصدر ثقافتنا، بنشوف الجيل الشباب مثلكم دائما بحبوا يعني يجددوا هي الاغاني القديمه. بالنسبه لك كيف تجربتك مع هذا الموضوع؟ بحفلاتك بتحب دائما تكون موجوده ولا برايك مثلا لا لازم تضل على اللحن القديم والاداء القديم، ولا لا انت مع لا موضوع التجديد اللي طبعاً عم بيصير فيها بالتوزيع؟ شيء اكيد حلو التطور. يعني اليوم بدنا يعني نرافق العصر مثل ما بيقولوا. يعني حلو الاغاني القديمه اللي هي مؤثره واللي وثقت، وطبعا هي رساله.
وهي الرسالة حلوة إنه نتناقلها بأجيال ونمشي فيها. يعني شفنا اليوم تجارب كثير لكم كشباب فنانين، عدتوا إعادة أغاني كثير قديمة ونجحت يعني تمام. اليوم الشباب ما عم ينتظرونا، يعني أنت عم تحكي إنه عم يقولون خلونا نسمع أكثر، يعني فهيك شيء على ذوقك. طيب أوكي. تكرمي نسمعك يا مرة ثانية. رح سمعكم أغنية بتقول يا أم شفة مقلوبة، هي عنوانها الأعجوبة، من كلمات الشاعرة مرح شيا، وجهة لتحية إن شاء الله تنال إعجاب. طيب نأخذ نحن منا شوي كرمال نقدر نختم بشي معك. أوكي تفضل. لا 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 يا أم شفا مقلوبة والعيون المسحوبة، يا أم شفا مقلوبة والعيون المسحوبة، هم بالدنيا سبعة وانت ثامن أعجوبة، هم بالدنيا سبعة وانت ثامن أعجوبة، يا أم شفا مقلوبة والعيون المسحوبة، يا أم شفا مقلوبة والعيون المسحوبة، هم بالدنيا سبعة وانت ثامن أعجوبة، هم بالدنيا سبعة وانت ثامن أعجوبة. أيوة. الغمازة حبت ما ما خلت عاقل برا، الغمازة حبت ما اسمع خلت عاقل برا، احلف لا برب الناس العشق بعد توبة، احلف لا برب الناس العشق بعد توبة، توبة يا ام شفا مقلوبة والعيون المسحوبة، هم بالدنيا سبعة وانت ثامن اعجوبة، هم بالدنيا سبعة وانت ثامن أعجوبة. سلام هالصوت. شكرا سمر. قديش بتحس الناس بتحب هاي الأغاني البسيطة، هيك الكلمة البسيطة واللحن البسيط قديش؟ طبعا هو شكرا. اليوم الكلام البسيط يعني في ناس يعني تستهين فيه، بتفكر انه شو هالكلام، بس هو عم يعمل شيء يعني عم بيفرح قلوب ناس. يعني طبعا الكلمة الحلوة قريبة من الكلام المحكي، يكون يعني طبعا الغزل المحكي، يعني لما يكون المحتوى متكامل من لحن وكلمة حلوة وتوزيع صح. نعم. يعني فهذا الشيء يعني بيعطي طاقة حب للناس، والصدى اكيد رح يوصل يعني للناس. وممكن نوع على شيء كمان، الأغاني التراثية اللي هي فلكلور ونحن بنعتز وبنفتخر فيها. طبعا هاي فكرة التجديد كنا عم نحكيها قبل. تماما. ويا ريت حابب هيك سمعكم شيء. طيب قبل ما تسمعنا، لانه الاغنية الاخيرة يعني اليوم حتكون ختام معك، سريعا شو في مشاريع اليوم عم تتحضر سومر؟ طبعا عطول في شيء جديد، ونحن عطول بنسعى للافضل ان شاء الله. ومثل ما بيقولوا هو كمان الفن بده صبر. يعني ما في شيء بالسرعه. صحيح. انه بس يلا عم نشتغل وننزل، اذا ما كان الشيء متكامل من حيث الكلمه واللحن والمبدا، فلازم يكون يعني العمل متكامل نوعا ما.
طيب انا ونيرمين رح نختم ونترك الكلمه الاخيره لإلك، الختام معك، وما اكيد نقول للفرقه يعطيكم الف عافيه. نحن رح نترككم مع سومر وهذا الصوت السوري الشاب الطموح الحلو، وبدنا نقول بيت نهار حلو لإلك، واكيد كل الشكر لكل الكادر الفني اللي رافقنا بالكنترول وللصبايا الموجودين اكيد، وايضا شكرا لك نيرمين وبيت نهار حلو لك. شكرا لك رشا، بقية نهار ظريف لك ولكل مشاهدي الاخباريه السوريه، يا رب بقيه هذا اليوم يحملكم كل تفاصيل الرزق والخير وراحة البال، والسوريين دائما يكونوا وين ما كانوا بألف خير. ويلا الختام معك سومر، تفضل. تفضل. ورحب بالمايسترو سليم شميت وعازف العود علي أسطى عني اللي كانوا بالبداية معي، وجه لهم التحية. يعطيكم ألف عافية. تفضل تفضل. يا عزنا يا ما الموت دنا، لجل الوطايا يا 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 وعيوننا سوريا، يا عزنا يوم الموت دنا، يا لجل الوطن وعيوننا سوريا، والسيف يلعب والبارود غنى، يا 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 عزنا يوم الموت دنا، يا عزنا يوم الموت دنا، لجل الوطن وعيوننا سوريا، يا عزنا يوم الموت دنا، لجل الوطن وعيوننا سوريا، والسيف يلعب والبارود غنى، والسيف يلعب والبارود غنى، ورجالينا نشامى حرباجية، والسيف يلعب والبارود غنى، ورجالينا نشامى حرباجية، يا عزينا يوم الموت دنا، لجل الوطن وعيوننا سوريا، والسيف يلعب والبارود غنى. ورجالنا نشامى حربها.